مرحبا بحضراتكم مرة تانية. البيت الكبير لسه مستمر مع حضراتكم مع واحد من نجوم الأهلي المتميزين، لاعب ومدرب. وطبعا النهارده منورنا كابتن عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب في النادي الأهلي. اهلا بيك ومنور في بيتك الكبير. ربنا يخليك، وده نوركم، وانا سعيد جدا ان انا معاكم. وحشتني يا عمرو. انا والله بقى لي كتير ما شفتش يعني حبيبي عمرو، طبعا فرصه ان احنا نتقابل يعني. لا والله انا سعيد جدا يا عمرو ان بشوفك، و يعني متابعك طبعا من خلال وجودك في النادي الاهلي ومن خلال الجروب الحلو اللي احنا عاملينه فرقتنا ايام 17 18 سنه. عمرو كان من يعني من اللعيبه الكبار، واول اول واحد من جيلنا لعب فريق اول مع النادي الاهلي، ودلوقتي في موقع كمان مهم جدا نتكلم عليه عمرو. وعايز اخد رايك سريعا يعني في الهيكله اللي حصلت في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. انت متواجد بقالك فتره، قول لنا الفروقات اللي حصلت والتارجت بتاعكم ان شاء الله القريب هيبقى ايه. يعني لو بنتكلم على الاهداف بتاعتنا، الاهداف هي ثابته. انت عارف طبعا ده من ايام ما احنا كنا بنلعب مع بعض، ان انت بتحقق للنادي بطولة، ان انت دايما النادي بقى في المركز الاول، مش هقدر اقول في مراكز متقدمة، لا النادي الاهلي بقى في المركز الاول. دي حاجة بالنسبة لموقعي انا، اللي هو انا الفريق الشباب اللي هو تحت الفريق الاول على طول، فانا يمكن عندي حاجة يعني شوية زيادة كده، ان انا احاول ان انا يعني اجهز او اصعد اطهر اللاعب يفيد بالظبط يفيد الفريق الاول. فدول إيه؟ الهدفين الاساسيين اللي موجودين عندنا يعني. ايه الزياده بقى اللي كابتن عمرو بيعمله لتصعيد الشباب للفريق الاول؟ لا يعني احنا من الاول يعني يمكن انا بقالي سنتين ونص تقريبا في المرحله دي. الاول بدات مع فريق 97، وبعدين بعد ما المسابقه اتلغت طلع مكانهم فريق 99، فانا كنت معاهم من الموسم اللي فات ومكمل معاهم الموسم ده. يعني هي النقطه الرئيسيه والاساسيه اللي انا بتعامل معاها، ان انتوا لعيبه فريق اول، ما انتوش لعيبه ناشئين ولا انتوا تبع قطاع الناشئين. يمكن حتى احنا الفرقه بتاعتنا يعني ليها وضع مخصوص وليها يعني ربط كامل مع الفريق الاول. هو السكن تيم يعني، ده الفريق الثاني يعني، يعني كل حتى تعاملاتنا بلبس بأداء بكل حاجة، كل حاجة تبع الفريق الأول. فدي نقطة مهمة جدا إن اللعيب توصل له إن أنت بقيت قريب من الفريق الأول. يعني أنا هي دي النقطة الأساسية اللي أنا بركز فيها. التدريب والشغل الفني والشغل البدني ده أنا شايفه شيء طبيعي، يعني ده جزء الأساسي في التدريب. لكن فريق الشباب بين الناشئين وبين الفريق الأول بالظبط في النص يعني. هي الفكرة كمان يوصل. الفكرة عايز أخدك من الجزئية دي كمان، ان انت الناس كمان بصه على الفريق دوت وبصه على الواد اللي بيطلعوا العلاقه هنا كده. العلاقه يعني انت كنت موجود ايام بايلر، كان في علاقه بينك وبين، وده مهم جدا، علاقه يعني المدير الفني لفريق الشباب بالفريق الاول لتحديد مطالب الفريق الاول. طلبوا منك ايه؟ عايزين مراكز ايه؟ يا ترى هنوحد طريقه اللعبه ولا لا علشان الواد اللي طالعين من تحت يبقى عندهم نفس الفكره؟ كلمنا عن ارتباطك انت مع الفريق الاول بالشكل الفني. هو كان يعني الارتباط الرئيسي والاساسي كان مع كابتن سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ مش مع فايلر يعني، ما كانش في بالظبط يعني، هو تواصل فعلا. كان في يعني تقارير دوريه، كان في مقابلات اسبوعيه، بنقل له الصوره، بوصل له الحاله اللي واصل فيها الفريق. لما بيحتاج لعيبه بيكلمني، بيقول لي على المراكز اللي هو محتاجها، وبرشح له افضل اللعيبه اللي هي ممكن تفيد النادي الاهلي في المستقبل يعني ان شاء الله. انما يعني معامله مباشره مثلا مع فايلر لا، ما أو كانش مش مع فايلر، ممكن يكون مع على الاسيست بتاعه. كان انا هقول لك بقى، كان المباريات الرسميه اللي عندنا في النادي كان بيحضر الجهاز الفني بالظبط، كان بيحصل يعني اللي هو كان فيه شعيب، انت عارف اللي هو طبعا الاحصائيات ده كان متواجد على طول في المباريات. وفي اوقات بقى كان بيجي ميشيل مدرب الحراس، وكان بيجي سيزر تقريبا اللي هو المدرب العام اللي كان موجود. يعني جم حضروا تقريبا حوالي 4 مباريات او 5 مباريات. فده برضو ده دافع كويس للعيبه، حسسهم ان في اهتمام. في وقت من الاوقات اتصعد يعني اكتر من لاعب،
علشان يسد الفراغات اللي هي كانت موجوده في الفريق الاول في الوقت ده. فدي كانت نقطه مهمه جدا، حسست اللعيبه ان هم خلاص بقوا قريبين جدا من الفريق الاول. بس شفت ازاي رغبه موسيماني لما حتى شفنا تصعيد تقريبا 6 شباب صح كان بيتدرب معاه، ورغبته في ده، يعني شفت ايجابيه الموضوع ده ازاي من قبل موسيماني؟ انا شايف ان يعني اي مدرب واي حد بيشتغل في نادي كبير بحجم النادي الاهلي لازم يبقى عنده، يعني لازم يبقى لامم الامور كلها زي ما بنقول، يعني لازم يبقى زي ما انا عندي لعيبه موجودين في الفريق الاول لازم اشوف الناس اللي موجودين من تحت، لان الناس اللي موجودين من تحت دول لو فيهم لعيب او 2 او 3 هيبقى هو ده المستقبل. بنتكلم في لعيبه اعمارها ما بين 18 سنه و20 سنه فاذا فيهم واحد فعلا جدير انه يمثل النادي الاهلي يبقى انا بتكلم في واحد ممكن يخدم النادي 10-12 سنه قدام. هو اتفرج عليهم يا كابتن عم؟ لا هو ولا طبعا انتوا حضراتكم اللي بترشحوا اللاعب للمدير الفني؟ لا هو بيطلب مراكز. تمام. واحنا اللي بنرشح اللعيبه. ايوه. على ضوء المستويات وعلى ضوء اللي احنا شايفينه ايه اللي ممكن يقدر يعني يتعايش وانه يظهر بشكل كويس مع الفريق. ده اللي بتكلم عليه فعلا يا عمرو، اللي هو محتاجين ايه وخاصه محتاجين ايه كمان في المستقبل، يعني بالظبط. يعني الجزء دوت احنا ساعات مش محتاجين ايه دلوقتي عشان يطلع يتمرن تمرينه ويلعب ماتش وينزل، لا احنا محتاجين ايه وتحضيرك للمستقبل ايه، ان انت بتقدم ايه، عندنا مراكز كذا كذا كذا. عشان كده انا دايما حتى يعني انا دايما ميال لحته ان انا لما يكون في 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 مدير فني موجود وماسك الفريق الاول دايما ببقى يعني ببقى عايز المدرب يتابع طبعا ويشوف. أيوة. ويبقى في يعني اهتمام. يبقى في تواصل واللعيبه نفسها تحس باهتمام، ولو في فرصه ان يبقى في مباريات وديه يقدر يعمل مباريات وديه يشوف فيها نمره واحد اللعيبه اللي موجوده مزبوط. فوق اللي هي ما بتشاركش بصفه اساسيه، لان انت عارف طبعا يعني بعد اللعيبه عن الملعب مهما كان بيتمرن طبعًا. ومهما كان بياخد جرعات تدريبيه ومهما كانت حالته عاليه جدا في التمرين العملي في غير المباريات لياقه المباريات غير لياقه التمرين تمام. فانا دايما اقول ان لو في فرصه ان في حد يعني يحاول يعمل مباريات وديه للعيبه اللي ما بتلعبش ويحطوا في وسطهم كمان الولاد اللي هم الصغيرين يكتسبوا خبرات ويكتسبوا احتكاك، دي انا شايفها تبقى من افضل يعني التجارب اللي ممكن يمر بيها اي فريق. وانا في رايي كمان جزء مهم جدا انه طبعا انت مرتبط بالمدير الفني الشيك اللي جه، ولا انت يعني الجزئيه دي هو يعني مش لسه بعيد يعني عن الجزئيه دي؟ ما اقدرش اقول مرتبط ومش مرتبط. يعني في تواصل. يعني في تواصل. انا بتكلم على تواصل على جزئيه ما اعرفش اذا ممكن تكون فكره، يعني انت المدير الفني للفريق الثاني، خلينا نقول الفريق الثاني. تمام. فايه المشكله؟ يعني الطبيعي ان انت بتقعد مع المدير الفني للقطاع وبتقعد حتى مع الاسيست بتاع موسيماني او موسيماني نفسه بتحطه خريطه انت كمان تمشي عليها. عمرو احنا والله النادي الاهلي بيلعب 4-2-3-1، ما ينفعش انت تلعب بليبرو مثلا. لا. او على سبيل المثال هو يقول لك احنا محتاجين الفتره اللي جايه ان اهل مثلا، انا شفت مثلا العربي بدر شغال في جزء كويس او شادي ماشي، يعني بيكون في تواصل حتى فني ما بين المدير الفني للفريق الاول والمدير الفني للشباب. ده شيء مهم. هو ده حصل اول ما جه موسيماني. طب يعني كويس. بعد حوالي يومين او 3 ايام حصل اجتماع. كنت انا موجود وكان خالد بيبو موجود وكان بروكيتش موجود. وقعدنا اتكلمنا في النقطه اللي انت بتتكلم فيها. حلو. يعني هو اتكلم في حته، يعني هو ما طلبش بشكل رسمي توحيد طريقه اللعب. ايوه. بس هي يعني زي ما تقول ايه، هي اوتوماتيك، يعني هي نفس طريقه اللعب احنا بنلعب بيها عندنا في القطاع، او انا يمكن يعني بلعب 4-2-3-1 4-2-3-1. وهو وعد ان هو في الفتره اللي جايه، او يعني هو طبعا اول ما جه كان انت عارف ضغط المباريات طبعا وداخل على مهمه صعبه جدا اللي هي السيمي فاينال بتاع افريقيا، فكان طبعا الوقت بالنسبه له ضيق جدا، بس هو قال ان انا هبقى متواجد ولما المباريات الرسميه تبدا انا هبقى متواجد، او اي حد من المساعدين بتوعي هيبقى متواجد، هيبقى في تواصل وهيبقى في اجتماعات دوريه. حلو قوي. علشان نقدر ان احنا نتواصل مع بعض في حته طريقه اللعب، وفي حته ان احنا ممكن نرشح مين اللعيبه اللي هي ممكن تبقى متواجده معاه وممكن تفيده. يعني بالرغم من وقته الضيق واحنا عارفين قد ايه الفتره ديت كانت حرجه جدا، بس اهتم انه يقعد مع حضرتك ويهتم بفريق الشباب ويكلمك عنه. بس انا عايزه اسالك انت عن العناصر الاساسيه اللي ممكن تشارك قريب جدا في الفريق الاول، امتى ممكن يكون؟
لا امتى دي بتاعت المدير الفني؟ لا من وجهه نظر، لا انا بتكلم على حسب الجاهزيه. لا هو جاهزيه هم يعني هم ما شاء الله جاهزين من السنه اللي فاتت، لان هم يعني حتى في مجموعه منهم بدات فتره الاعداد من مع فاينل بعد يعني بعد فتره التوقف بتاعه كورونا. يعني في عربي موجود وفي شكري وفي فخري وال يعني من يومين شادي كمان وشادي برضو كان موجود، بس شادي كان على فترات كان بيطلع وينزل على لا مش بيطلع وينزل فترات، كان بيبقى مع كابتن ربيع في المنتخب وبعدين لما بيهاجموا بالظبط كده. الفتره اللي فاتت دي يعني من 3 ايام كده برضو صعدنا 4 لعيبه موجودين، يعني في فارس طارق وفي ميدو وفي عبد الرحمن مانو وفي احمد عبد القادر اللي هو كان في تشيك ولسه راجع ده. فدلوقتي احنا بنتكلم ده 10 ده رقم ده 10 10 وممكن يلعب جناح كويس قوي، لعب كويس لعب كويس جدا. وانا حتى يوم يوم الاجتماع اللي هو كان مع موسيماني وكان مع رشحته قلت له يعني ده ولد كان موجود وكان بيلعب بره في تشيك، وقلت له ده محتاج ان انت تشوفه في الملعب يعني تشوفه معاك في وسط اللعيبه بتاعت الفريق. عمرو مميز انت يعني بص هو لعيب كوره مهاري عنده ثقه كبيره جدا في نفسه عنده حته التكمله يعني خلف المهاجمين بيكمل كده راس حربه تاني طبعاً. عنده حته تحرك من غير كوره دي كويسه جدا. طب حلو قوي بيخلق نفسه مساحات طبعا كويس. يعني وبعدين واخد الامور بجديه مش حته ان هو عشان جاي وبيتمرن مع فريق الشباب فبيتمرن مركز في الحته دي مركز جدا ده كويس ده كويس. انا شايف ان ده ان شاء الله يعني مع الوقت ومع الاحتكاك مع الفريق الاول لا ان شاء الله هيبقى له دور. يعني انا برضو شايف ان شكري برضو ممكن ياخد فرصه، فخري في فارس برضو يعني انا برضو ده من الناس اللي انا يعني متوسم فيه ان شاء الله انه في المستقبل القريب يعني يبقى حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. دايما يعني ما بنتكلم من وقت يعني تولي موسيماني المهمه بانه حرص على انه يكون مهتم بالعامل النفسي لدى اللعيبه. بتشوف ازاي ده اثر بشكل ايجابي على اللعيبه تحديدا؟ يعني شفت هو عمل كده بشكل لافت للنظر مع مين من اللعيبه في الفريق الاول؟ مع قفشه. يعني انا شايف شكله اتغير اداؤه اتغير حتى يمكن في لقطه في بعد الماتش الجول بعد بتاع الوداد هناك الجول الاول طبعا مزبوط. تحس فعلا ان في يعني لغه ما بينهم طبعا طبعا لا واضح جدا هو نفسه تحس انه بيلعب مرتاح بيتحرك براحته بينزل يعني عنده حريه تحرك سواء في يعني في التلت الهجومي او بينزل يحضر من تحت عنده. وحتى لما جاب الجون واضح ان هو يعني تحس ان كان في هو انا قلتها ان كان يعني اعتقد ان دي كانت حاجه مش هقول لك بالظبط مدروسه لكن هو الضغط من فوق وكان قفشه قريب وانك تقطع وممكن يغلط. لان بص يا هاني في 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 مدربين كتيره جدا ما بتخليش اللي هو اللاعب رقم 10 ده يضغط على واحد من السرد باكين فممكن يكون ده حاجه هم اشتغلوا عليها ممكن يكون اتدرب عليها فلما نجحت لما جت فطبعا باين جدا طبعا باين ان هو ساعه ما عمل له زي ما انت قلت لان في بعض المدربين يقول له امسك 6 يعني 10 بيمسك 6 بتاع الفريق الثاني او الديفندر بتاع الفريق الثاني فاللقطه دي كان واضح جدا ان يعني انا شايف ان دي حاجه تتحسب له تتحسب لموسيماني المدرب الذكي اللي يجي في وقت ضيق وقت قليل على مباريات مهمه ومباريات كبيره نمره واحد لازم يشتغل على العامل النفسي يعني ده اهم من الجزء الفني ومن الجزء البدني لان انت برضو يعني خلينا نتكلم بواقعيه شويه انت جاي برضو على فريق كبير وفي نجوم ما انتش محتاج ان انت تشتغل معاهم فني وبدني اكتر من ان انت تشتغل معاهم نفسي تمام. لان الوقت اللي حصل فيه تغيير المدرب كان وقت حرج لو التغيير ده لو حصل مع فريق قليل او فريق متوسط لا كان هيعمل دروب جامد جدا. احنا عندنا كابتن عمرو خلاص يعني كاف اعلنت تاجيل المباراه النهائيه لدوري امم افريقيا، ازاي نستغل الوقت ده في الاستعداد؟ الاستعداد بقى بنتكلم على كل المستويات البدني والنفسي والفني، ازاي موسيماني يستغل الفتره دي في تجهيز اللعيبه بشكل اكبر كمان من اللي هم عليه حاليا؟ يعني انا شايف ان برضو الوقت ده في صالحه هيقدر يعرف اللعيبه كلها. هو برضو لما جه اشتغل شايف التأجيل ده سلبي ولا ايجابي في الاول؟ يعني هو سلبي وايجابي انا بالنسبه يعني سلبي للحاله الفنيه العاليه جدا اللي كان فيها النادي الاهلي
وان احنا في ثقافه مكسب وان احنا بنكسب دايره كبيره بالظبط بلغه يعني الكوره يعني كسبانين فريق صح. كبير بره ملعبنا وعلى ملعبنا وعاملين ماتشين على اعلى مستوى بالظبط عاملين ماتشين على اعلى مستوى فدايما يعني يعني لغه الكوره تقول المكسب بيجيب مكسب صح. والثقه والاداء الحلو والسبورت والحاجات دي كلها النادي الاهلي هيخسرها في الفتره اللي جايه انما التاجيل يعني الايجابي ايه في التاجيل ان انا ممكن اقول انا عندي لعيبه مش جاهزه عندي لعيبه اصابات كتير احنا يعني برضو خلينا نتكلم النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي بيلعب من غير خط ظهر ولو بيلعب هتلاقي فيه اتنين بيلعبوا مفيش بودلة هو مفيش بودلة يعني هم كانوا بيأدوا يعني قبل مع فايلر شويه كان في شويه ديفوهات عشان برضو عمرو ان هو يعني كان ما كانش عادل الفرقه يعني في الفترات الاخيره الفرقه ما كانتش معدوله انا مش عايز اخش في الحته دي لان انا يعني انا كان عندي فعلا انا كان عندي ملاحظات غير يعني انا يعني انا وصل بيا الحال في وقت من الاوقات بقول ان انا لو واحد عايز يوقع فرقه ما يعملش التغيير ما يعملش التعديلات دي والتغييرات دي بالشكل ده وبالمنظر ده بس طبعا الظروف بتساعد ان انت كسبان وفارق وبتلعب برضو باعصاب هاديه شويه وبرضو عندك نوعيه اللعيبه اللي تقدر تتاقلم مع اي ظرف ومع اي مركز ومع اي واجبات بس ما كانش طيب بأريحيه بس ما كانوش الفرقه ما كانتش مرتاحه يعني لما لعب 4 3 3 ما كانش قفشه قادر واجايب لا وما كانش ليك شكل والشكل وحش انت بتكسب مش عايز اقول يعني مش عايز برضو اقلل من المجهود اللي هو عامله بس انت بتكسب لان انت عندك فروق فرديه عاليه جدا بينك وبين الفرق اللي انت بتلعبها اي فرق اخرى تمام صح لما تقيس الاداء والشكل في بدايه الدوري وما بعد التوقف بتاع كورونا اكيد في فرق الدنيا كانت اكيد في فرق واضح الفرق اللي هاني اتكلم فيه النقطه اللي اتكلم فيها هاني دي المهمه ان الفرقه كانت مظبوطه الفرقه بتلعب كل واحد بيلعب في مكانه بس حضرتك رديت برضه في نقطه ثانيه ان هو خلص بدري وتقريبا كان حاسم الدوري قبليها بوقت باسابيع كبيره جدا لو فينا نقول بس كان عنده الوقت ان هو يجرب عنده الوقت ان هو في فرق ان انا اجرب وفي فرق ان انا اشقلب الفرقه اشخبط لا انا بكلمك بجد وبعدين في اوقات حتى كان في تغييرات بتتعمل ما هياش مفهومه ما احنا النهارده الدرس المستفاد من اللي مش عاجبك ده ان احنا قلنا الطريقه دي مش مفهومه وان ده ما كانش ينفع انت عارفه انت عارفه سام كان المشكله ايه وعمرو يناقشني فيها ان احنا في وقت من الاوقات كان مثلا بيلعب 4 3 3 بدايه المباراه كويس الشكل وحش يجي الشوط الثاني يعدل يلعب 4 2 3 1 الشكل بقى احسن شويه ايوه روح المباراه اللي بعديها يرجع تاني 4 3 3 وبدا بيها مباراه الزمالك فعمليه عدم انا مرجعها ان هو ما كانش عنده استقرار ذهني ان هو كان في يعني هتحس انه مشغول بحاجه متلخبط مش مركز. طيب سالتك عن السلبيات والايجابيات في موضوع التاجيل قول لي بقى ازاي موسيماني ممكن يستعد للمباراه ديت مع اللعيبه هل ممكن يلعب كده ماتشات وديه زي ما كابتن هاني كان بيقول في الانترو ولا ممكن يعمل ايه تاني زياده مباراه كاس كمان يعني هو احنا دلوقتي عندنا ماتشين رسمي او ماتش ما اعرفش دلوقتي الماتش بتاع الكاس هيتلعب ولا مش هيتلعب ماتش الكاس لسه اعتقد لسه الجدول ما نزلش يعني الاخبار المتداوله انه بيقولوا ان هم هيحطوه في النص بدل في فتره توقف دي انا شايف انها فتره يعني ايجابيه جدا وكويسه جدا ان هو يشوف بقى اللعيبه كلها وان هو يفرض اسلوبه وطريقته وفكره تعليماته صحيح بالظبط كده في الفتره عندي بقى فتره انا عندي دلوقتي فتره تقريبا شهر صح عندي فرصه ان انا برضو اللعيبه اللي هي البعيده خالص اللي ما كانتش بتلعب طول الموسم انها تقدر تلعب وتقدر تخش فدي فتره مهمه جدا ان هو يقدر يعمل فيها فعلا مباريات وديه يجهز فيها كل الناس وعندك فتره كمان يا عمرو انك تبص على وتجهز للسنه اللي جايه مين اللي عايزه ومين مش عايزه هي دي هاني اللي انا بص دي النقطه اللي انا بتكلم فيها بتاعه الماتشات الوديه لو انا ما عنديش فرصه ان انا لاعب التيم بتاعي كله او العناصر بتاعتي اللي موجوده كلها لازم احط اللعيبه دي في ماتشات وديه ومش لازم الماتشات الوديه دي تبقى مستوى عالي بالعكس انا شايف انها لازم تبقى في مستوى متوسط علشان اللعيب ده اصلا لو ما ظهرش بمستوى جيد في المباريات اللي هي المتوسطه دي يبقى هو مش المفروض ان يكون موجود في النادي طب ما يلعب الصعب بالظبط كده طب ليه ما يلعبوش ماتشات صعبه يعني يبان فيه التدريج انا بتكلم في حته التدريج بالتدريج فاهم قصدي وعندي فرصه ان انا اشوف الولاد الصغيرين مين اللي يقدر يكمل مين اللي ما يقدرش يكمل مين اللي يطلع اعاره عشان يلعب يعني احنا مثلا انا شايف ان من اهم الحاجات اللي حصلت الموسم اللي فات اللعيبه اللي ما بتلعبش اللي طلعت اعاره ملف الاعارات طبعا ملف الاعارات كلها اثبتت كفاءه وكلها اثبتت وجودها حتى لو انت النهارده مش هتقدر ترجعهم كلهم عشان
عندك العدد. مشكله في العدد بتاع القايمه بس على الاقل هتستفاد من اثنين من ثلاثه من اربعه. بص عليهم موسيماني ولا لسه ما عندوش وقت ولا عندك هو رجع عندك معلومه اعتقد يعني؟ لا ما عنديش معلومه يعني انا وصلت معلومه ان ناصر ماهر راجع وصلاح محسن وتوفيق وكمان ومحمد عبد المنعم ولا راس حرب بتاع ام بي شريف محمد شريف طيب. يعني نهائيا القرار النهائي للموسيماني يعني بص يعني هو بس حاجة. دي اقتراحات محطوطه قدام موسيماني ممكن يقول لك طب محتاج واحد محتاج اثنين حسب ده يكمل ده رؤيه فنيه حسب المراكز صبت. اللي هو محتاجها وحسب رؤيته الفنيه زي ما انت بتقول هو هيقدر يقرر ويشوف ايه النواقص اللي عنده مزبوط. ايه اللعيب اللي هيقدر ينفذ الفكر بتاعه وهو ده اللي هيقدر يجيب ده صح لان ده هو صح. برضو خلي بالك انا من قعدتي يعني القعده اللي احنا قعدناها مع بعض دي هو الراجل اتكلم بصراحه يعني اتكلم بمنتهى يعني كان بقلب مفتوح وقال انا عندي اثنين موجودين معايا اتكلم على سامي قمصان وعلى سيد عبد الحفيظ قال صراحه الاثنين من ساعه ما جيت وهم مش سايبيني والاثنين نقلين لي الصوره كامله طبعا. وانا عندي ثقه كامله فيهم واللي هم بيقولوه انا فدي حاجه تساعده كويس جدا بتوفر له وقت طبعًا ومجهود طبعا طبعا ده حقيقه طبعًا. رجعنا مع حضراتكم كابتن عمرو انور كنا بنتكلم عمرو واحنا بنتفرج على التقرير على كمان بدايات وده مهم جدا بدايات الفرقه معاك امتى وكنت عايز اسالك سؤال وانت عديته بسرعه مش محضر لنا كده سردباك او سردباكين يعني لما بيكون في نواقص وانت قلت كان عندنا مشكله في اصابات شويه في مركز السردباكات ما كانش حد مثلا ايوه عمرو احنا محتاجين في الوقت ده سردباك يطلع ما عندك يعني طلع في لا الفتره دي اليومين اللي فاتت ثلاث ايام دول برضه ايه رايك فيه فنيا؟ لا لعيب كويس يعني هو مواليد 2000 اصغر شويه سنه من طويل. السن بتاعي جسم يعني طويل وقوي وعنده انقضاض بيلعب بدماغه كويس جدا بيعرف يبدا الهجمه من تحت لا لعيب ممكن سريع. نشوفه في مصر يطلع الجيش والله اتمنى يعني المعلومات اللي جات لي من التمرين ان هو الولد ماشي كويس في التمرين في الثلاث ايام اللي فاتوا دول حسب بقى الاحتياجات شركتي لسه معلومه مش عند حضرتك لا مش عندي انما لا كويس اللي هو ميدو احمد حسام ميدو كنت عايز اتفضل لا كان بيتكلم على طلائع الجيش وكنت انت بتقول لي انا يعني ليك رؤيه لمباراه طلائع الجيش على الاداره الفنيه والتشكيل يعني لو بتسالني انا شايف ان يعني اللي كان هيتعمل على اساس ان الفاينل يوم 6 يتعمل عادي في مباراه الجيش ان انا العب الناس اللي ما بتلعبش والعب الولاد الصغيرين لو في فرصه ان فيهم حد يكون يلعب يعتمد على البدائل يعني بالظبط لازم المدرب او لازم المدير الفني يشوف اللعيبه في الملعب يشوفهم في ماتش تحت ضغط يشوفهم في ماتش رسمي عشان اقدر احكم عليهم مين اللي يستمر ومين اللي ما يستمرش ان كان اللعيبه اللي هي ما بتلعبش على مدار الموسم لعيبه راجعه من اصابات عايزه تجهز يعني اسرع حاجه تجهز اللعيب المباريات مش التمرين في ولاد صغيرين لو هو شايف فيهم حد يعني واعد ممكن يبقى موجود يديله جزء من المباراه كل دي حاجات تساعده هو في المستقبل وتساعد الفريق لان انا لسه حتى كنت بكلم معاكم ما هو اللعيبه الدوليين دي اللي هي بتلعب بقالها دلوقتي مثلا 4 شهور بتلعب كل يومين وكل 3 ايام مباراه مجهده جدا وكمان اسبوع او 10 ايام هيروحوا مع المنتخب هيلعبوا برضو ماتشين في منتهى القوه وفيهم سفر بينهم فيهم سفر في وقت قليل جدا حوالي 4 ايام او 5 ايام فالطبيعي برضو ان انا يعني احافظ على اللعيبه دي لان هم مجرد ان هم هيرجعوا من الماتشين بتوع المنتخب هتخش على الكاس هتخش بقى على الفاينل بتاع افريقيا فانا شايف ان يعني ده رايي وجهه نظري لا انا بايدك تماما وخاصه الجزئيه اللي مش مضمونه بالظبط يعني يعني الاصابات بتاعت ربنا لكن انت بتعمل الصح يعني على سبيل المثال كهربا بقى له فتره يبدا بالظبط صالح جمعه بقى له فتره وليد سليمان صالح نفسنا نشوفه شكله عامل ازاي وصل لايه محمود وحيد لازم يكون موجود تتكلم طبعا تتكلم مثلا في حد زي عربي حد زي فخري حد يعني في عندك لعيبه ممكن تبقى موجوده علي لطفي لازم يخش يعني انا بغض النظر عن ان هو لعب المباراه اللي فاتت ان كان الشناوي كان خارج مصاب او مش مصاب يعني انا شايف ان دي برده حاجه كويسه جدا ايجابيه طبعا ان انا النهارده واحد برده بعيد لان برده مركز حارس المرمى ده يعني هو لوحده لو ما جهزش وما اشتغلش على نفسه وما ويلعب مباراه رسميه زي ما حضرتك قلت بالظبط فلازم لازم الناس كلها تاخد انا حتى انا داخل على سيزون جديد وداخل على موسم جديد
وعندي قائمه محدوده، ما عنديش يعني انا يعني حتى السنه دي اتحاد الكره 25 يا عم 30 بس اتحاد الكره السنه دي عمل بدل ما كانت الاعارات مفتوحه عمل 5 بس اعارات، فانت النهارده هتبقى مقيد ان انت لازم تاخد اللعيبه اللي هي يعني اللي هتخدمك انت او هتخدم فكرك وطريقه لعبك انت. مظبوط. فلازم اشوف الناس كلها على الطبيعه عشان اقدر اخد قرار سليم، كل العناصر كل القماشه بالظبط. فدي نقطه مهمه جدا في الفتره اللي جايه دي. يعني من الايجابيات ان هي تاجلت المباراه الفاينل، ان انا عندي وقت او يعني موسيماني عنده وقت نشوف الناس دي كلها على الطبيعه، سواء بقى في التمرين سواء في مباريات وديه. انا شايف ان دي هتبقى حاجه كويسه ان شاء الله، يعني حاجه ايجابيه اكيد ان شاء الله. وكنت عايز اسالك على بوزيشن كده، عربي بدر يعني عربي بدر بيلعب ديفندر وبيلعب باك يمين، انت شايفه فين افضل شويه؟ وكابتن ربيع على فكره بيلعبه 10، يعني كابتن ربيع ياسين كمان في يعني بيديله الحته اللي قدام شويه. انا اتكلمت مع كابتن ربيع بيقول لي كورته حلوه، ممكن يوصلني بشكل كويس. انت من خلال طبعا رؤيتك الفنيه شايفه فين بالظبط عربي؟ هو بص انا يعني هو حتى عربي لما انا كنت ماسك منتخب 2000 وهو كان اصغر سنه كان 2001 فكنت ضمه معايا، كنت واخد كان في اوقات فعلا بلعبه 10 والله. كويس. وهو انا يعني انا وجهه نظري هو في الحته اللي في القلب دي كويس. يعني هو ممكن يلعب 6 ممكن يلعب 10، واوقات بقى لما كنت يعني بتبقى حاسس بلعبه سيرد باك بلعبه مساك. مساك ان هو قوي سريع برده بيعرف يقطع كويس. حته الطرف دي انا شايف ان هو هيأدي فيها، يعني الباك رايت لعبها لعب ما كانش وحش يعني. ما شوف انت بتقول ايه ما كانش وحش بالظبط، انما هو لو لعب في القلب يتميز في الحته دي هيبان مستواه مستوى هو في الحته اللي بره دي هيأدي لان هو امكانياته كويسه وفكره كويس يقدر يوظف نفسه في الحته دي، انما مش هتاخد منه افضل نتائج بالظبط. أيوة. ف يعني يا ريت اتمنى ان هو يتشاف كويس جدا في الحته اللي هي بتاعت الديفندر دي، هيقدر برضو في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله يكون موجود. يعني 2011 ان شاء الله قربت، هتكونوا بمجموعه واحده ولا بمجموعتين ولا لسه ما فيش اي قرار؟ لا هو احنا جالنا ميعاد مبدئي ان الموسم هيبدا 2011. ده المسابقه بتاعت الشباب. شكلها ايه؟ مبارياتها ايه؟ جدولها ايه؟ لسه ما فيش اي حاجه معلنه. لا ما فيش. انت فاكر عمرو زمان كنا الماتشات دي كان بتتلعب قبل الفريق الاول ده. وكان بيبقى ليها طابع خاص طبعًا. ويعني بالرغم طبعا دلوقتي كمان ما فيش جماهير وبتاع، ممكن يكون اقتراح كمان انه ممكن ليه لا، لان خاصه انت يعني اما الاهلي مثلا بيلعب امبي انت بتلعب امبي يعني جدولك زي وفي نفس الملعب. فبرضه اقتراح ممكن جدا، اقتراح انك تلعبه قبل يعني الفريق الاول. تفتكر انت الموسم ده كان اقوى موسم وامتع موسم. وحتى بصراحة. لو تفتكر الفتره دي عملنا منتخب شباب او منتخب اولمبي كان قوي جدا لان كنا بنلعب مباريات قويه جدا، دوري ممتاز زينا زي الفريق الاول وقبل الفريق الاول. يعني الجماهير موجوده والناس بتروح تتفرج. يعني اهلي وزمالك، الاهلي والزمالك بيلعبوا الساعه 3، احنا كنا بنلعب الساعه 1. فجاء علينا وقت ان احنا بنلعب الاستاد متقفل، بيعود اللعيبه انها بتلعب تحت ضغط، بيعود اللعيبه انها بتلعب مباريات قويه، كانون بيخلي حتى الجهاز الفني بتاع الفريق الاول لانه بيجي طبعا بيستعد المباراه قبلها بحوالي ساعه او ساعه ونص، بيجي يتفرج بيشوف اللعيبه في ماتشات رسميه عامله ازاي. كانت يعني انا شايف انها فكره كانت ايجابيه جدا المره دي المفروض تخلصوا قبل رمضان يا كابتن. ده المفروض. طب الله اعلم بقى. ما انا فعلا يعني انا ميعادنا حسبناها يعني احنا كجهاز فني لقينا ان هو لو الدوري اتلعب يعني بشكله اللي هو الطبيعي اللي هو ال 38 اسبوع ان هيبقى اجباري هنلعب ماتشين في الاسبوع. نفس اللي حصل بعد عوده الدوري الممتاز بعد كورونا، هتلعب ماتشين في الاسبوع. حتى التوقف اللي هو في يناير عشان الامتحانات بتاعه الترمات بتاعه الولاد وكده اعتقد ان ده مش هيبقى موجود. صحيح كلهم بيدرسوا. صحيح بالظبط. لان احنا لما حسبناها لانها هتعمل حوالي 20 اسبوع وانت مطالب ان انت تلعب 38 مباراه، فهي ملهاش حل تاني غير كده. طيب. الا لو فكروا يعملوا دوري مجموعات، يعني دي برضو انا ما اعرفش دي فكره مطروحه ولا مش مطروحه، ما عنديش يعني ما عنديش معلومه. لا ما عنديش معلومه. طيب خلينا لما يعملوا القرعه بتاعه الدوري ان كان هيتعمل كده ولا ما فيش مناقشات بين يعني ما فيش مناقشات انتوا على كمان على مستوى المديرين الفنيين لفرق الشباب
مفيش مسؤولين مثلا من اتحاد الكوره مثلا يعني الرؤيه ايه، الشكل ايه، ممكن شكل المسابقه ده يبقى شكلها كذا، لان برضه ده مهم يعني، برضه ياخد الراي الفني بشكل ايجابي، وكل واحد بيقول مقترح وفي الاخر هو طبعا قرار صاحب يعني القرار. لا يعني ده ما حصلش، لسه ما حصلش. لا هو حصل تقريبا مع الانديه بتاعه الدوري الممتاز بس مع الممتاز به تقريبا، انما معانا احنا لا ما حصلش يعني. طيب احنا دلوقتي عندنا فاصل يا احمد، صح مش كده؟ عندنا فاصل دلوقتي، فاصل وبعدين نرجع نكمل مع حضراتكم البيت الكبير. اتفضل. رجعنا مع حضراتكم كابتن عمرو انور. عمرو، عايز اخد رايك اجماليا في الدوري السنه دي، وبالنسبه للمربع الذهبي طبعا خلاف النادي الاهلي خلاص، والثلاثه الصاعدين والهابطين من القسم ب والعكس. يعني لو الدوري كان هيبقى يعني كان هيبقى افضل من كده، وكان شكله هيبقى احسن من كده لو كان منتظم طبعا، بس دي ظروف استثنائيه يعني ما العالم كله مر بيها. وحتى انت لو شفت هتلاقي الدوريات كلها تحس ان معظم الاتحادات يعني عايزه تكمل الموسم بس باي شكل، بغض النظر عن المستوى الفني او المستوى البدني او كده. فانا شايف طبعا ان فرق جدا مع النادي الاهلي البدايه القويه جدا، وفرق النقط الكبير جدا اللي عمله في الدور الاول قبل التوقف، فده فرق كويس جدا، لان الفتره اللي رجع فيها الدوري او رجع فيها النشاط كانت قليله جدا، والمباريات كانت مضغوطه جدا. لو انت يعني لو احنا ما كناش يعني حاسمين الدوري من الدور الاول بشكل كبير جدا، كانت الامور هتبقى صعبه. بس دي بقى ميزه يا هاني الفرق الكبيره، وفرق اللعيبه اللي عندها عقليه مختلفه. لان انت لو تلاحظ كنت هتلاقي معظم لعيبه النادي الاهلي الفتره بتاع التوقف دي كانت بتمرن، ما حدش كان مريح فقط يعني، وده فرق ان انت رجعت بسرعه، الوقت بتاعك كان قليل، لما لعبت ماتشات مضغوطه اللعيبه كانت جاهزه بدنيا بشكل كبير جدا. فانا شايف ان دي طبعا حاجه يعني تحسب للعيبه صراحه يعني. بالنسبه للفرق اللي هبطت، احنا ده حال الدوري عندنا بقاله يمكن اكتر من 10 سنين، ان انت النهارده بقى عندك بطل الدوري النادي الاهلي لوحده في حته، وبعدين في ثلاث فرق اللي هم بينافسوا بعض عشان المربع الذهبي زي ما انت قلت، عشان الاشتراك في بطولات افريقيا. انما انت عندك بقى من العاشر ومن التاسع ومن الثامن، صراع مشتعل. احنا بقى لنا 10 سنين في القصه دي، اللي هو انت بس السنه دي كان بزياده، بس السنه دي اكتر يعني انا قصدي اقول يعني انا يعني مش حاجه جديده يعني. مش حاجه جديده يعني، انا بالنسبه لي مش حاجه جديده ان انت اكتر من 7-8 فرق بينافسوا على الهبوط او على البقاء في الدوري. اقل الفرق يعني، انا اللي كان بالنسبه لي مفاجاه صراحه اسوان يعني، انا كان بالنسبه لي لان هم فعلا اقل امكانيات واقل لعيبه، مع ذلك تميزوا في الاداء. دي حقيقة. دي حاجه تحسب جداً طبعا لكشري صراحه، لانه الفتره اللي مسك فيها برده كانت فتره صعبه جدا، وفتره ضيقه جدا، وفتره ان انا النهارده راجع من 4 شهور توقف، وفرقه ما حدش كان يعني عنده شكل. كابتن مجدي عبد العاطي كان عامل شكل مش وحش برضه، خلينا نتكلم بكل امانه يعني. هو كمل على، بس كان الفتره صعبه. انا معاك بس انا بتكلم في وضع الفرقه في النقط، بالنسبه للفرق الثانيه يعني والامكانيات ترتيبهم. انت برضه النهارده لما فرقه تلعب الدور الثاني كله بره ملعبها، انها ما تبقاش موجوده في ملعبها، محرومه انها لا دي برضه انا شايف انها ظروف صعبه جدا. فدي برضو يعني حاجة نحييها عليها، ونحيي نادي أسوان عليها طبعا. بالنسبة للفرق اللي صاعدة، احنا برضو بنتكلم في يعني المحلة. أنا سعيد جدا طبعا المحلة صعد، لأن من الأندية الجماهيرية يعني، الدوري كل ما بيبقى فيه أندية جماهيرية، بس طبعا مع عودة الجمهور يعني ده كل ما المنافسة بتبقى أحلى يعني، هيفرق بشكل كبير جدا. سيراميكا أنا شايف برضو أن هي يعني بقى لها أكتر من 3 سنين 4 سنين بتنافس لحد اخر مباراه، السنه دي صعدوا. مين تاني؟ البنك الاهلي برضو ده وافد جديد يعني. اتمنى ما يبقوش بقى اللي هو حته بقى تمثيل مشرف والضيوف الشرف اللي هي بتيجي تلعب سنه في الدوري وبعدين تنزل تاني. بالظبط، وخصوصا يعني خصوصا فريق زي فريق المحل. فريق المحل عانى من فريق كبير، من بطل الدوري وبيضم افريقيا كمان. بالظبط، ولعب افريقيا وبيضم تاريخ كبير جدا. انه
يبقى بالشكل ده وبالوضع ده وانه يلعب في القسم الثاني فترات طويله كده. اتمنى بقى ان يعني الاخطاء والسلبيات اللي حصلت في السنين اللي فاتت ما تتكررش ويرجع تاني غزل المحله لوضعه ومكانته الطبيعيه ان شاء الله. واحده من القرارات المهمه اللي اتخذها اتحاد الكوره في الموسم ده انه فكره المدربين وتغييرهم، لانها برضو كانت ظاهره مش لافته للنظر، دي كانت كارثه يعني. شفت القرار ده ازاي وتوقيته كمان كابتن عمرو؟ لا انا شايفه قرار ايجابي جدا. لان احنا برضو السنه اللي فاتت شفنا حاجات غريبه يعني، احنا يعني انا شفت حاجات ما بتحصلش غير في مصر، انا ده رايي يعني. بس هي برضو هي سلاح ذو حدين برضو يعني. احنا النهارده ما في اوقات كتيره جدا بيبقى مدرب ماشي كويس او بيعمل شغل كويس والنتائج بتاعته ما فيهاش توفيق، او حصل خلاف ما بينه وما بين الاداره فالاداره شالته يعني. انا شايف ان النقطه دي لازم تتنفذ مع المدربين اللي بيسيبوا. هي في نقطتين مع المدربين يعني اللي بيسيبوا يعني. انا النهارده شغال في وسط الموسم واجي اقدم استقالتي فجاه وامشي عشان اروح امسك نادي تاني، ده اللي حصل تمام. فانا شايف ان دي لازم تمشي كده. انما النهارده لو انا النهارده النادي مشى مدرب، هو المدرب النادي لو مشى مدرب من حقه ان هو يدرب نادي تاني مرة واحدة كمان. لكن لو المدير الفني او قدم استقالته ممكن مش هيشتغل تاني، مش هيشتغل في الدرجة دي ينزل بقى درجة تانية. انا شايف ان ده قرار ايجابي جدا. وكمان توثيق العقود ده شيء مهم جدا، حاجة برضو مهمة. كان ممكن انت عارف السنة اللي فاتت كان بيحصل يا عمرو يعني، مش السنة اللي فاتت هو يعني من سنين ده برضو مستمر بقى. طبعا الموضوع بشتغل من غير عقد وفي اي وقت امشي واي وقت يعني الكلام بالزبط. كان كله عشوائي يعني. انا شايفه من القرارات الايجابية. انا بس يعني انا شايف ان احنا لما ناخد قرار نستمر بقى عليه يعني. احنا عارفين ان في انت شامم ريحه شياطه. لا مش شامم، انا اللجنه دي خلاص هتمشي المفروض كمان. اللجنه الخماسيه مظبوط، هيجي اتحاد منتخب. اتحاد منتخب صحيح. ممكن يجي النهارده ممكن القرارات دي تتلغي. فانا انا شايف ان ده حاجه مهمه جدا، حاجه ايجابيه لازم نساندها ونتكلم عليها. لازم يوضع حد، لازم يوضع حد. دي حقيقه. وانا يعني انا شايف ان ده هيخلي يعني هيخلي حتى في احترام في التعامل ما بين المدربين والأندية وما بين الأندية والمدربين، ودي حاجة ما تزعلش يعني. طبيعي النهارده لو في انا القصة بقى التانية اللي انا اتمنى انها تحصل مع المدربين زي ما بيحصل بره، ان النهارده لو نادي اقال مدرب يبقى لازم يديله بقية عقده. طبعا مفيش حاجة اسمها شرط جزائي شهر وشهرين لأن وارد جدا ان انا النهارده لما انت هتمشيني او هتمشي اي مدرب وارد جدا ان انت تقعد في البيت. صح. ممكن الموسم كله يقعد في البيت. ففي المقابل احصل على حقوقي كاملة. بالظبط، لان انت بالظبط انا يعني زي ما انت منعت المدرب اللي يقدم استقالته ان هو يمشي يروح يشتغل مع فريق تاني، لا لازم برضو تضمن حق المدرب، لان وارد جدا المدرب يختلف مع الاداره والاداره تقول او الاداره تتلكك المدرب وتمشي. دي حقيقة. يعني في مواقف كتير بتحصل كده ان هو مش قادر يعني مش قادرين نتفاهموا فبيمشي. فالطبيعي ما هي لازم تبقى ملزمه للطرفين. انا معاك. انا النهارده لما انا كمدرب هحس ان انا هتعاقب لما هفسخ عقدي، يبقى لازم النادي برضو لا طبعا ما بقولش مش عايز اقول يتعاقب، بس لازم النادي يدفع مش التزاماته ومسؤولياته على المدرب. مش عقاب، الكلام ده موجود بره. ولو لو المدرب ليه 3 سنين بياخد 3 سنين لحد ما بيشتغل ده اللعيب. انت تعرف ان اللعيب كده كمان يعني. كان حتى في عقود وانا كنت بلعب يعني متعاقد بقى لي سنتين مع النادي، جه النادي قال لي شكرا، بيديني السنتين بغض النظر انا رايح فين. ده طبيعي لحد ما بس انا يعني مثلا موضوع المدربين ده بالذات بره كده، المدرب يفضل ياخد العقد بتاعه لحد ما يشتغل يعني. خلاص اول ما يشتغل او يتعاقد مع نادي تاني خلاص اوكي بقى عقده وفلوسه وحاجته مع النادي التاني اللي هو اللي موجود. فدي برضو لازم نقطة تبقى موجودة، زي ما دي موجودة لازم دي تبقى موجودة. بنعول على اتحاد الكرة المنتخب ان شاء الله انه ينظر في امور كثيرة يعني. كلنا بنتساءل فيها بقالنا سنين طويلة. بالظبط. كابتن عمرو شكرا، انا اللي بشكركم وسعيد جدا ان انا كنت معاكم. وانا بقى عايز اشوفك بره، مش هنا بس ان شاء الله. على الواتساب بتتقابل؟ لا ما عايز يا واتساب يا هنا، عايز اشوفه بره. لا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نورتنا يا عمرو، ربنا يخليك. ان شاء الله بالتوفيق وتطلع لنا اجيال كده مميزه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بعد الفاصل نستقبل في البيت الكبير الكابتن الكبير ماهر هنا. اتفضل.